بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيسافر أخي إلى فرنسا في دورة علمية، وسيقضي أسبوعا من رمضان، ومدة الصيام 19 ساعة، فهل يصوم أم يفطر؟ لا شك أن هذه المدة الطويلة قد يكون فيها مشقة، وهذا هو يعني المعنى من السؤال، أنه يعني سيكون في دورة علمية، وهذا الصيام قد يرهقه ولا يستطيع أن يتابع الدراسة، فهل يصوم أم يفطر؟ نقول له أنك ابدأ يومك صائما، تسحر سحورا كافيا، وتهيأ للصوم وانوي النية من الليل، ثم ابدأ يومك صائما. فإذا يعني بلغت بك المشقة أنك لا تستطيع أن تستمر في الصوم، هنا يتحقق العذر فأفطر وعليك القضاء. لكن يعني لا ينبغي أن يبدأ اليوم مفطرا، لأنه لظرف أو آخر قد يعني تكون هذه المشقة محتملة، لظرف أو لآخر قد يستطيع أن يكمل الصوم، فإذا لأنه لم يتحقق العذر بعد. أما إذا تحقق العذر وهو المشقة التي تجعله لا يطيق أن يستمر في الصيام إلا بمشقة بالغة، وهذا معنى الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه، يعني يصومون بمشقة بالغة، حتى لو صاموا يصومون لكن بمشقة بالغة. هؤلاء الذين أباحت لهم الشريعة الفطر كالشيخ الكبير والمرأة الشيخ يعني المرأة الرجل المسن والمرأة المسنة، أو أصحاب الأمراض المزمنة، ويدخل فيهم أصحاب المهن الشاقة كذلك. وينطبق هذا على المعنى الذي تفضل فيه الأخ السائل، إذا بلغت به المشقة حدا لا يستطيع أن يصوم معه، فنقول له أفطر وعليك قضاء يوم آخر، وأنت إن شاء الله معذور في فطرك.